اهلا، انا محمد ابراهيم وهذه قناه نباتي. قبل ما ابدا بالفيديو، حلقه اليوم تعاون مع زبده فلورا بلانت. بتكلم بعد شوي اكثر عن المنتج، بعطيكم معلومات عن وين نلقاها، كيف نستخدمها، وشكرا فلورا بلانت على التعاون. من فتره سويت فيديو جربت فيه وصفات المتابعين، طلبت منكم انكم ترسلوني وصفاتكم على الايميل. فبحلقه اليوم بحاول اني اجرب اكبر عدد ممكن من الوصفات اللي جاتني، اللي ما مداني اجربها بالحلقه الماضيه. ما ابغى اطول بالمقدمه، عندنا وصفات كثيره، ابغى احاول اجرب اكبر عدد ممكن بالحلقه اليوم بدون ما يصير الفيديو متساعد. فوين اللابتوب؟ خلونا نبدا. اول وصفه سينابون نباتي لذيذ. مكونات العجين: زبده نباتيه. بحط لكم سكرين شوت حق الوصفه اللي يبغى يكبشرها. المهم نروح المطبخ. تمام. كوبين حليب نباتي، زبده نباتيه ذايبه، واستعملت زبده فلورا بلانت. الحين نقول بسم الله نضيف الخميره الفوريه. مرت 10 دقائق واتوقع ان الخميره الحين تفاعلت، وراح نبدا نضيف طحين عديد الاستخدام بشويش. فالحين بنغطيها زين ونتركها على جنب مده ساعه. نقول بسم الله ونشيك على العجين، ان شاء الله انها ارتفعت. صباح الخير، الحين اليوم اللي بعده. وصفة السينابون للاسف ما نجحت. بحثت بالانترنت ولقيت طريقه مختلفه بجربها. اخذت الحليب سخنته شوي، مو لدرجه انه يغلي بس انه يكون صاخن. اضفت الخميره، حطيتها على جنب مده 5 دقائق، بعدين طلعت الفقاعات. للحليب اضفت زبده فلورا بلانت. فيديو اليوم راح يكون تعاون مع زبدة فلورا بلانت. زبدة فلورا بلانت نباتية، بلان بيست، فيجن، بدون اي منتجات حيوانية وبدون كوليسترول. استعملتها باكثر من طريقة، في الخبز، جربت اسوي بها كب كيك، استعملتها بطبخ الخضروات، سويت بها صوصات مختلفة اللي هو تغميس وصوص الباتر تشيكن. واليوم بوريكم كيف نحن نقدر نبدلها بالزبدة غير النباتية باي طريقة. بالسعودية نقدر نلقاها باغلب السوبر ماركتس الكبيرة: بندا، لولو، دانوب، تميمي. اونلاين نقدر نطلبها من كارفور، تميمي ولولو. قلت لكم اكثر مره ان زبده فلورا بلانت ما تخلى من الثلاجه، ما مره جربتها بوصفه وما نفعت. شكرا فلورا بلانت على التعاون، شكرا على توفير منتجات نباتيه في العالم العربي بجوده عاليه. وبحط كل معلوماتهم تحت بوصف الفيديو، وبحط حسابها بالانستغرام. اذا ما تعرف وين تلقى المنتج حواليك يمديك تتواصل معهم على الانستغرام، وان شاء الله راح يردون عليك ويعطونك المعلومات اللي تبغاها. والحين نرجع للسينابون. بعدين ضفنا المكونات الناشفه اللي هو الطحين، سكر، ملح، واضفت من عندي بودرة الطبخ بيكنج باودر، وخلطت كل شيء لين ما تكون العجين، حطيته على جنب. والحين مرت ساعة، ما بعد اشيك على العجين، بس قولوا بسم الله معاي وان شاء الله انها نفعت. يعني يا انها امس ما نفعت او ان تكون لنا بالونة. بعد ما فرزنا العجينة بهذه الطريقة راح نغطيها بزبدة، نص كوب إلى كوب إلا ربع. والحين هنا عندي حدود كوب سكر بني وحدود ملعقتين كبار قرفة. نقول بسم الله ونبدأ نلف العجين. بغطيهم مرة ثانية وبتركهم ساعة زيادة على ما ترتفع العجينة مع المكونات داخلها قبل ما ندخلها على الفرن. 25 إلى 30 دقيقة إلى ما تبدأ تتحمر من فوق. أوكي، من ناحية الشكل 10 على 10، من ناحية التقاوم 10 على 10. الحمد لله رب العالمين التجربة الثانية نفعت. مو قادر انتظر فنقول بسم الله. الأمانة هذه من افضل الوصفات اللي سويتها بهذه القناه. تقاوم الناعم الحريري، تقاوم السينابون 10 على 10. اهلين مره ثانيه، معليش على الازعاج، بس ابشرك جربت الوصف مره ثانيه، وهالمره بدل ما اضيف الخميره للسوائل كلها اضفتها للحليب النباتي بس. الزبده الوصفه 10 على 10. شكرا لك والله يديم العافيه. الوصفة هذه راح تكون بانكيك الاوريو. يا اخي والله انكم مبدعين. 10 بسكوتات اوريو، افصل الحشوة عن البسكوت واطحن البسكوت كويس جدا. اسمي منى، اهلا منى، شكرا على مشاركة الوصفة. 10 بسكويتات اوريو، بنفصل البسكوت عن الكريمة. الحين راح اطحن هذا بالخلاط، وتكون الحين طحين الاوريو. ملعقة كبيرة بيكنج باودر او بودرة الطبخ، راح اضيف حليب لوز وناخلط المكس الى ما يكون عندنا تماسك البانكيك. وللصوص اضفنا الحشوة مع حدود كوب حليب لوز. طيب بانكيك الاوريو نقول بسم الله. اوه التماسك حقه زي البانكيك. ولما اخذنا الحشوة هذه اللي فيها كمية سكر كبيرة وسوينا بها صوص اعطانا توازن بالطعم، اللي هو البانكيك اللي ما يكون حالي بزيادة، والصوص اللي راح يضيف للطعم الحلو. بانكيك الاوريو بنعطيه 10 على 10.
اهلا منى، والله انك مبدعه، ما مره فكرت استعمل اوريو بهذه الطريقه. اعجبني التوازن الموجود بين حلاوه صوص الحشوه وتماسك البانكيك من طحين البسكوت. انت اللي لازم تسوي لك قناه وتشاركين وصفاتك. الله يعافيك وبالتوفيق. خبز الثوم. اهلا نباتي، متشكرين المحتواك وارجوك واصل. صرت اطلع ليله الخميس الفيديوك الجديد كل اسبوع، تخجلوني والله. شكرا شكرا، I love you. وصفة اليوم بتكون garlic bread أو خبز الثوم. صدقون ما مرة سويت garlic bread. حدود 4 فصوص ثوم، 3 كوب زبدة، وأكيد استعملت زبدة فلورا بلانت. الوصفة انصحت بريك ساور دو، فالحين راح نغطيه بالزبدة مع الثوم، والحين دخلها على الفرن مدة 5 دقائق تقريبا على درجة حرارة 300. الجزء هذا المفروض يكون تحمر، بس الحين مرت 10 دقائق، فقلت بغير على الوصفة شوي، وبدل ما أحطها داخل الفرن بحطها على قلاية. هذا اللي كنت حاطه ببالي، زين إني طلعتها من الفرن حطيتها على القلاية. طيب الحين نضيف البقدونس والريحان اللي قطعناه. الشكل والريحة 10 على 10 قبل ما نجربها. نقول بسم الله. اوكي، الطعم 10 على 10 بدون تفكير. غيرت شوي على الوصفة وحمصتها على القلاية، بس يا اخي فكرة الريحان والبقدونس 10 على 10. شكرا لك على المشاركة والدعم. الوصفة اللي بعدها راح تكون من مريم. اهلا مريم، يا رب تطلعني في التلفزيون. وصفتي عبارة عن سلطة تشبع ولذيذة ومليانة. خلونا نروح نجرب وصفة مريم ونتأكد انها تطلع في التلفزيون. للسلطة راح نحتاج خس ملفوف بنفسجي، فاصوليا سوداء، نضيف الزيتون، ذرة، شمندر. طيب والحين الصوص اللي راح يكون سر لذة السلطة. اول شيء راح نضيف زبدة لوز، طحينة، وليمون. طيب بالوصفة قام تقول خففهم بماي. بهذه اللقمة موجود كل شيء، موجود الملفوف، موجود الخس، موجود الفاصوليا. بسم الله. صعب تلقى السلطة يكون موجود فيها مصدر بروتين، ورقيات، زيتون، خضروات، هذه الأشياء كلها. فمن هذه الناحية 10 على 10. يحتاج نضيف شوي طعم مالح، لو ضفنا مثلا شوي بودرة بصل، ثوم. فلهذا السبب السلطة بنعطيها 8 من 10. أهلا مريم، بتطلعين في التلفزيون. هي أهنيك على تنوع القيم الغذائية بالوصفة. الشيء الوحيد اللي ممكن بغيره بالوصفة هو اني ممكن اضيف لها ثوم او بصل او شيء مالح يساعد على توازن النكهات. الحين عندنا وصفة كريسبي تشيك بيز. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، انتم شلونكم؟ عندي لك وصفة من اي حبيب، حبيتها كتير، كريسبي تشيك بيز. اللي ما يدري سويت فيديو وجربت فيه وصفة من وصفات اي حبيب، ما كنت متوقع، بس هذاك الفيديو هو اكثر فيديو مشاهدة في قناتي. فمن بعد هذاك الفيديو جاني ناس كثير عن طريق اي حبيب. طبخت الحمص، نشفته، ملح، فلفل اسود، وبضيف له شوي من زبدة فلورا بلانت. دائما احب استعمل الزبدة مع البطاطس او البطاطس الحلو او اي شيء اطبخه عن طريق القلاية الهوائية، يعطيه قرمشة وما احتاج استعمل كمية كبيرة. حط القلاية الهوائية مدة 20 دقيقة. راح اضيف شوي لها بابريكا، ليمون، ونخلطهم زين. طيب نقول بسم الله. وصفة سهلة سريعة وصحية. الشيء الوحيد ناقص ممكن بس اني احط عليها طحينة او اني اسوي صوص بزيت الزيتون احط عليها شوي. وصفة الكريسبي تشيك بيز بنعطيها 9 من 10. اهلا اريج، وعليكم السلام، شكرا لك والاي حبيب على الكريسبي تشيك بيز. الشيء الوحيد اللي ممكن اضيفه هو اني اسوي صوص طحينة او ثومية ونغطي البليلة به. وصفتنا الجاية راح تكون من خديجة كوكس. شفت قناتك من كومنتات اي حبيب، وعندي وصفة مغربية بتمنى تجربها. اوه راح يكون فيديو يوتيوب. طيب تفاجأت بزاف بزاف من المذاق ديالها. البسطيلة ديال الحوت، واحد العلبة صغيرة ديال التونة بالزيت، من بعد كنجيو نديرو بشاميل. غادي ناخذ كاسرولة، غادي ندير فيها 3 المعالق ديال الزبدة، جوز طيب بالنسبة للدول الشرقية. ما هي نباتية 100%، بس ما في مشكلة. ما راح اترك الوصفة، راح اجرب اني اسوي صوص البشاميل بطريقة نباتية. نستعمل 3 ملاعق كبار زبدة، واكيد استعملت زبدة فلورا بلانت، حدود 3 كوب طحين ابيض. والحين نضيف حليب، بستعمل حليب اللوز، ملح وفلفل اسود، واكيد ما ننسى الجوزة او جوز الطيب. هذه الوصفة مع الزبدة وصلنا للتماسك اللي نبغاه بشكل أسرع بكثير. بالنسبة لي أنا دائما أفضل لما يكون الصوص مالح إني أضيف شوي رشة قرفة أو محلي سائل أو سكر، حتى إن هذا الشيء دائما يساعد إني أطلع النكهات كلها مع بعض. من ناحية المقادير الوصفة 10 على 10، تماسك 10 على 10. أهلا خديجة، شفت الفيديو ما شاء الله خوش جودة كمبتدئة. بيني وبينك ما أعرف أكلات شعبية كثيرة من المغرب، بس لازم أبدأ أبحث وأجرب. بس جربت صوص البشاميل وبدلت المكونات بدل النباتية وكان التماسك 10 على 10.
شكرا لكم مره ثانيه على التفاعل وعلى الوصفات. احب اسوي هذه النوعيه من الفيديوهات لان يكون بيننا كونكشن بشكل مختلف، مو بس اني اقرا التعليقات. فاذا عجبتكم النوعيه هذه من الفيديوهات حطوا لي هذا الايموجي، لا تنسون تسوون لايك حق هذا الفيديو وسبسكرايب حق القناه، هذه الاشياء الوحيده اللي تقول حق اليوتيوب ان المحتوى عجبكم. واكيد شكرا مره ثانيه لزبده فلورا بلانت على التعاون، على الجوده العاليه وعلى دعم صناع المحتوى النباتي العربي. رسلوا لي وصفاتكم مره ثانيه، رسلوا لي الوصفات اذا ما جربتها، ان شاء الله اجربهم بالحلقات الجايه. شكرا مره ثانيه واشوفكم في دير الاسبوع الجاي.